السلام عليكم، كيف نتوما؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير احسن الاحوال. وانتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله يا ربي نشارك معكم شاورما الدجاج اللي كتجي اكثر من رائعه بطريقه سهله ومكونات بسيطه. باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. تتبيله الدجاج نحتاج جوج مغارف كبار عامرين من دانون مسوس ياغورت طبيعي، غنزيد معاهم ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم، غنزيد معاهم رأس ملعقة صغيرة من الثوم المفروم، غنضيف كذلك ملعقة صغيرة من الملح. الملح دائما كيبقى على حسب الذوق. غنضيف رأس ملعقة من الفلفل الأسود الإبزار، غنضيف كذلك ملعقة صغيرة من توابل الشاورما، أنا كنشريها جاهزة. غنضيف كذلك مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت النباتي زيت المائدة، غنخلط كل شيء مزيان. إذا كندمج لي العناصر جيدا اللي كنخلط التتبيله جيدا، غنضيف الدجاج اللي كنقطعو على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا هنايا، كيكون رقيق بحال اللي كتشوفوا. انا كنقطعو رقيق وطويل شويه، وكميه الدجاج كتبقى على حسب افراد العائله. حنا جوج الافراد ضفت هاد الكميات القليله بحال اللي كتشوفوا معايا. غنخلط مزيان مزيان حتى كنتاكد ان التتبيله دخلت لي في قطع الدجاج كامله اللي عندي. غنغطيها بلاستيك غذائي ونخليها في الثلاجه جانبا حتى الوقت اللي غنطيبها فيه. ملي دازت جوج ساعات في مقلاة ساخنة ما كنعمل لا زيت لا حتى شي حاجة، غناخد قطعة الدجاج ديالي وغنبقى نفردهم في المقلاة على هاد الشكل هذا. كنعمل قطعة قطعة، يعني مكنسلمش كاملين بيهم مرة واحدة باش هيدا كيتحمرو كياخدو لينا واحد اللون اللي هو مزيان. نبقى نستفهم هيدا واحدة بواحدة بحال اللي كتشوفو معايا، نبقى نقلبهم بهاد الطريقة هادي. اي وحده كنتاكد انها خدات لي اللون هذا اللون هذا من كلا الجهتين، كنبقى ندفعهم ديك القنيات في المقله. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه ومفهومه. اي وحده كطيب بحال اللي قلت لكم كندفع لديك القنج وكنبقى نسلي اخرين، ومره مره كنبقى نحركهم باش ما يتحركوش معايا بحال اللي كتلاحظوا هنايا. غنستمر بهاد الطريقه هادي حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله. صافي انا كنبقى نخلط بحال هكا حتى كتب لي حتى كيطيب الجداد ديالي كامل مزيان، ودغيا دغيا كيطيب، يعني ما كياخذش شي وقت طويل. كنحاول انني نزرب عليهم باش ما ينشفش معايا الجداد. صافي انا الجداد ديالي واجد. باش نجمع الشاورما نحتاج البطاطس مقلية والخضرة اللي بغى يضيفها يضيفها، عندي كذلك كورنيشو والتومية اللي سبق لي وجدتها معكم.
وصافي. وانا الخبز تورتيلا اللي كنت حضرته معكم من قبل، انا جبته من الثلاجة، كيبقى هو هو يعني، ما كيتهرس ما كيتكسر ما حتى شي حاجة، واخا فترة هو عندي في مجمد كيبقى واو يعني، خبز ناجح مليون بالمئة. وكنتمنى يرجع معتمد عندكم، بحال اللي كتشوفوا انا كنعوج وكنطوي هيدا وكيتكسر ما حتى شي حاجه. انا غناخد جوج الخبيزات، غنزلهم بهذا الشكل هذا، غندهنهم هنا بالتوميه. شوف كيفاش كتجي ناجحه حتى هي، كتعقد وكتجي رائعه. كناخد كميه وكتبقى على حسب الرغبه، كندهنها هيدا في وسط الخبز بحال اللي كتشوفوا معايا. وغنزل هنايا كورنيشو، والبطاطس المقلية. وانا انزل قطع الدجاج. عندي في شويه من صوص الجيريا محتاج كتعجبني، ثم تقدروا انكم تستغنيوا عليها. كناخذ جوانب الخبز وكنقلبوا من الوسط بحال اللي كتشوفوا معايا، من بعد كنجيب الجانب الفوقاني وكنطويه للوسط بحال هيدا، وكنلف الساندويش ديالي وكنحاول انني نلف وكنزير على هذا الشكل هذا وصافي. هذه هي الطريقة اللي كنجمع بها الساندويش. وانا نعمل واحد اخر معكم بنفس الطريقة، كنعمل جوج الخبيزات في هذا الشكل هذا، وكندهنهم بصلصة التومية. وغنزل هنايا قطع الكورنيشو، نفس الطريقة اللي عملت في المرة الاولى. وانا من هنايا عفوا قطع البطاطس، شويه من الخس. هنا بالنسبه للناس اللي كيعجبو ما شاورما بالخضر، انا الصراحه كنفضل بلا خضره. المهم ننزل هنا كذلك قطع من الطماطم والبصل كذلك. الدجاج بكل صراحة الساندويش كيجي رائع جدا بهاد التتبيلة اللي عطيتكم، كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوها بالخضرة او لا بلا خضرة، نتوما والذوق ديالكم. عندي في شوية من الصلصة الحارة، وعندو هيدا الجوانب نفس الطريقة اللي عملت في الأول، من الأعلى أنا هبدا الوسط وعنلف، وأنا كنلف وأنا كنزير باش ميتفتحش معايا. هذه الطريقة اللي كتشوفوا معايا، وكنتمنى أن الطريقة تكون واضحة ومفهومة.
هو الشكل ديالو بحال اللي كتشوفوا معايا. هنوضعو على جانب. هنا نوريكم الطريقه اللي غتعملوا بها الساندويتش ديالكم صغير. غتاخذوا اي واحد الخبيزه بحال هكذا وغتدهنوها مزيان بصلصه التوميه بحال اللي عملنا في الاول. غتعملوا هنا المهم البطاطس بحال اللي عملت. المهم المفروض انكم تعملوا كورنيشو في الاول، انا نسيت. المهم بهذه الطريقه غتعملوا الخضر ديالكم والدجاج. من بعد غتقلوا هاد الجوانب نفس الطريقه اللي عملنا في الساندويتش الكبير، وكتهبطوا لي في الاعلى الاسفل على هذا الشكل هذا وكتلفوا. طريقه سهله جدا. انا بالنسبه للناس اللي خصهم معي ساندويتش صغير يعني ما عملوهش كبير. وانا كذلك بنفس الطريقه نعمل هذا اللي بلا خضره، بطاطا كورنيشو دجاج فقط وصلصه التوميه، ونلف بنفس الطريقه يعني كنقلب الجوانب وكنهبط لي في الاعلى حتى للمنتصف وكنلف ساندويش كامل. وانا كنلف وانا كنزير باش ما يتفتحش معايا. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه معكم. هنايا كنسخن المقلة مزيان وكندهن هنا بالقليل من الزيت النباتي وكنوضع الساندويشات ديالنا حتى هي كندهنها مزيان من الاعلى بالزيت النباتي بحال اللي كتشوفوا معايا. وكنحمرهم هيدا في المقلاة من الجانبين، وانا كنحمر وانا كنضغط عليها هيدا باش كتاخذ لي الشكل المهم باش كتحمر معايا بسهوله. كنبقى نقلبهم على اربع جوانب وحتى الصغاري بنفس الطريقه كندهنهم بالزيت وكنحمرهم من الجهتين. هذه هي الشاورما ديالنا من بعد ما حمرتها مزيان في المقلاة، كتاخذ هذا اللون الذهبي الرائع. انا غنقسمها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجي. صراحه كتجي رائعه لا في المنظر ولا في المذاق، كتجي لذيذة لذيذة بزاف. كنتمنى انكم تجربوها لانها فعلا كتستحق التجربة. هل شفت مكونات بسيطة والمذاق يا سلام. انا غندوق معكم شوية اللي كنغمسها في صلصة التومية اللي كتجي اكثر من رائعة. صراحة خطيرة خطيرة ولذيذة بزاف. كنتمنى فعلا انكم تجربوها. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تشتركوا معي في القناة وتخليوا لي لايك وتعليق. شكرا بزاف لحسن المتابعة، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله في امان الله وحفظه. سلامة.